السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي في امان الله. نتمنى تكونوا يا ربي كلكم بخير وعلى خير وكدوزوا نهايرات زوينين. اليوم تحت اطار في شهيوات ديال العيد ان شاء الله جبت لكم حلوات سهلين زوينين في المتناول، طريقه جديده وزوينه. هادو غريبه ديال اللوز، فيها واحد الحشوه من الداخل غادي تشوفوها معايا ان شاء الله. كنتمنى ان هاد الغريب هادو ينالوا اعجابكم وتجربوهم وتصيفطوا لي التطبيقات ديالكم. نخليكم مع الوصفه، ما تنساوش تلايكيو لا فيديو وتضغطوا على زر ابوني او لا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد ديال قناتي. يلا نخليكم مع الوصفه. دونك بالنسبه للمقادير ديال هاد الغريبه هادي اللي نقدروا نقولوا عليها غوفيزيتي، هادي غريبه ديال اللوز اولا الملوزه ديال اللوز غوفيزيتي. غنضيفوا على اضافات اخرين وغنزيدوا لها واحد المكونات غتشوفوا معايا. بالنسبه هنا عندي 500 غرام ديال العقده ديال اللوز مابوره مفضيه ناضيه. دونك هنا اللوز كتاخذوا 500 غرام ديال اللوز وكتفسخوه وكتخليوه كينشف، لغدا ليه كطحنوه مع 200 غرام ديال السكر سنيده وكتحصلوا على عقده ديال اللوز. انا خديت منها 500 غرام معبوره. عندي هنا نص معلقه صغيره ديال الخميره، نص خماره تقريبا، نص خماره 3 غرام ولا 4 غرام. عندي القشره ديال الحامض اللي كيقول الملوزه اولا الغريبه ديال اللوز كيقول الحامض، مهم قشره الحامض ضروريه. عندي واحد معلقه صغيره ديال الزبده تكون حيوانيه. وعندي هنايا هذا لي كرانشي ديال الفرامبواز اللي غادي نديروهم في القلب هاد العقده هادي. وعندي اصفر البيض باش غادي نجمعوا هاد الغريبه هادي. هادشي بالنسبه للملوزه، هادي هي المقادير ديال الملوزه. غادي ندوزو نشوفو الحشو. بالنسبه للحشو غادي نستعمل الفريز يابس بحال هكا، كيتباع هكا يابس عند الناس اللي كيبيعوا مواد الحلويات. كنت خديته من جميعه وريتكم داك النهار الناس اللي كيمكلفين بهاد المواد هادو. دونك خديت 200 غرام ديال الفريز اللي هكا يابس بحال الشكل ديال المشمش، المشمش يابس هذا فريز يابس. عندي هنا لي بيد غوجي، لي بيد غوجي غتقولوا لي شنو هما؟ هما هادو لي بيد غوجي، هادو هما لي بيد غوجي. تقدروا تسكرينيوهم، راه متوفرين بكثره عند الناس اللي كيبيعوا المواد الحلويات. دونك هادو هما لي بيد غوجي. دونك عندي هنايا 200 غرام ديال الفريز مجفف، وعندي لي بيد غوجي اللي خديته وطحنته بحال هكا. كنتحصل على هكا مهرمش، كيجيني هكا مهرمش خشن، يعني ماشي نقولوا بودره لا، باش كيبقى يبان لك هذاك هاد لي بيد غوجي وكتحسي بالمذاق ديالو. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال السكر ومعلقه ديال الجلوكوز. غادي ندوز غادي نطحن هاد الفريز هذا ونتلقى. هنا غادي ناخذ واحد المقله غادي نوضع فيها 20 غرام ديال السكر و20 غرام ديال الجلوكوز، واحد 10 غرام ديال الزبده تكون حيوانيه. هنا غندير واحد القطرات ديال عصير الحامض. غادي ندير هادشي فوق العافيه يغلى ويندمجوا مع بعضياتهم، وغنضيفوا لهم الفريز اللي طحنت وخرج عندي هكا معلك هو وهذاك لي بي دو غوتشي. هنا غير كيذوب عندي هادشي، غنضيف عليه هذاك الفريز اللي مقطع هكا مطحون، وغنضيف هذاك لي بي دو غوتشي حتى هويا. ونخلطوا الكل حتى كنحصلوا على واحد التعليكه مخلطه ما بين هذه وهذه. غادي نطفي البوطه ونبقى معك في هذا الشيء حتى يندمجوا عندي هذا الخليط وهذه المكونات هادو كاملين. دونك غادي نتلاقى معكم بعد ما نخلط هذا الشيء وكنحسوا به كل شيء اندمج عندنا ولات عندنا تعليكه زوينه ديال هذا الخليط هذا. دونك هذه غريبه جديده ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. دونك هاد الحشو هذا راه تقدروا ديروه بزاف ديال الحوايج، ميم التمر معمر تقدروا ديروه فيها، يعني كيصلح بزاف ديال. دونك نبقى نحرك فيها حتى كينسجم ديك التعليكه بحال هكا صافي. وغادي نخليوها تبرد وندوزو دابا الغريبه ديال اللوز. ندوزو دابا الخليط ديال العقده ديال اللوز. غادي نضيف هنايا العقده ديال اللوز، غادي نضيف داك نص خميره معلقه صغيره، القشور ديال الحامض،
وواحد المعلقه صغيره ديال الزبده، غير صغيره ماشي بزاف. وهنا غادي نضيف داك الصفار ديال البيض بوحده بوحده، ما تضيفوش كلشي حتى تحسوا بالخليط ديالكم واش خاصو نزيدوه في الاصفر البيض ولا لا. دونك هنا حطيت ثلاثه ونشوف ديك الساعات الخليط ديالي واش غادي يهز لي ثلاثه او يهز جوج او يهز وحده. دونك هنا كنعركو مزيان داك العقده ديال اللوز، هنا خصها تكون كتلصق في اليدين، هذا هو السر اللي كيخلي الغريبه ديال اللوز كتجينا معلكه وزوينه وكتصبر مده طويله. دونك هنا غادي نضيف الصفار الثاني، ديما سيرو بشويه بشويه. نتوما كدلكوها ونتوما كتعلكوها مزيان دائما على حسب اللوز. هانتوما شوفوا بقى خاصها مازال. دونك انا غادي نضيف اصفر الثالث بحال هكا ونخلط هكا، تحسوا بها في يديكم راها تعلكت. هنا غادي نضيف واحد هذاك الفرومبواز ساشي اللي قلت لكم، هادو لي كرانشي ديال الفرومبواز غادي نضيفهم هكا واحد شويه غير باش تجيني ديك العجينه هكا في هادوك لي فرومبواز. وغادي نضيف معلقه صغيره ديال مربى يكون جاري، هذا باش كيعطينا التعليكه لهذا. بغيتو تعوضوه بالجلوكوز عوضوه بالجلوكوز، بغيتو ديروا الكونفيتور ديال هكا جاري ديال الحلويات ديروه. دونك غادي نخلط هادشي كامل حتى نحصل على عقده اللي هي كتكون شويه كتلصق في اليدين، ماشي بحال العقده ديال الكابوزال اولا لا، هذه كتكون داخل فيها صفار د البيض. هكا كنتحصلوا على عقده، شوفوا كيفاش كيجيونا في هادوك النمشات ديال لي فرومبواز ساشي، هادو راه كيتباعوا موجودين بزاف عاد كاينين يعني عند الناس اللي كيبيعوا مواد الحلويات. دونك صافي نخلي العقده ديالي كترتاح من بعد ما نكون غادي ندير لها الفيلم اليمونتير، وديك الساعات غادي ندوزو باش نفاصونيوها. دونك هنا من بعد ما كترتاح عندي هاد العقده ديال اللوز كنفاصونيها بكويرات من فئه ديال 16 غرام، هنا كنعبرهم كاملين 16 غرام. عاد كنبدا كناخذ وحيده بوحيده وكندير هكا واحد الحفيره هكا في الوسط اللي غتهز لينا الحشوه، وكناخذوا شويه من داك التعليكه اللي صوبنا جد هكا وكنسدوا ونتاكدوا اننا سدينا الغريبه ديالنا بحال هكا. كيبقاو يبانوا لنا دوك النميشات ديال لي كرانشي دو فرومباس بحال هكا، وكنحط حدايا حتى كنكمل الكميه كلها. دونك هنا عاوتاني كناخذ شويه من ديك التعليكه، شوفوا ملي كتبرد راها كتولي معلكه بحال الشكل اللي كنديرو ديال المشماش هكا اولا البرقوق. صافي وكنسدو عليها بحال هكا. دونك هذا راه داك لي كرانشي ديال الفرومبواز، هادو اكسبري خاصهم يبانو باش كنعطيو تزيين للعقده ديالنا. دونك كناخذو هكا قد الحمصه راه ما كتلصق ما والو، وكنسدو على الغريبه ديالنا بحال هكا، وكنحط هنايا نكمل هادو وعاد نرجع باش نكمل معكم بقيه ديال هذا. دونك هنا ملي كنسالي الكميه كلها ديال هاد الحشو ديال هاد الغريبات هادو كناخذهم وكندوزهم في ابيض البيض بحال هكا، وغادي نحطوهم حتى نكملوا الكميه كلها. دونك هنا ضروري هاد العمليه هادي ما تدوزوهمش ديريكت في اللوز ايفيلي،
خليهم حتى يتسقطروا باش داك البيض البيض كيكرم عليه داك داك اللوز ايفيلي. دونك هنا انا غادي ندوزهم كاملين في ابيض البيض وكنحط عاد غادي نبدا نهزهم وندوزهم في اللوز ايفيلي. هادو دي زاستوس اللي دائما تاخذوهم بعين الاعتبار حيت كيكون دابا ملي تهزوها بحال هكا وديروها في اللوز ايفيلي ديك الساعات غادي ما غاديش يقبط عليها بزاف وتم اللوز كيخسر لكم كيعمر بداك ابيض البيض. دونك اللهم نتفاداو هذا ونكمل هادشي كامل. دونك هنا كناخذوا الغريبه ديالنا وكندوزوها هكا في اللوز ايفيلي وكنحاولوا اننا نثبتوا عليها داك اللوز مزيان بحال هكا ونهزو ونحطو في الطاوة نيشان بحال هكا كتنظمو الخدمة ديالكم مزيان باش كتحصلو على نتيجة اللي هي زوينة صافي. وغادي نهز هاد الكويرات بحال هكا ونديرهم في الطاوة صافي نستمر حتى نكمل هادو. ندخلهم الفران مسخن على درجة حرارة 160 في الرف العالي. بالنسبه اللي عنده الفوغ فونتيلي غادي يدير حتى هو 160 ويدير الطاوة الفوق حتى غادي تطيب لينا هاد الغريبه هادي ونخرجوها ونكملوا ليها التزيين ديالها. ها هي الغريبه ديالي بعد ما خرجتها من الفران كتشوفوا تبارك الله الصلعد بي كتجينا فنه غزاله محمره كلها. غادي نخليها ما تشوهاش دابا خليوها حتى تبرد وعاد نكملوا ليها التزيين ديالها. ندوزو دابا للتزيين ديال الغريبه ديالنا. هذا هو الشكل النهائي اللي كنحصلوا عليه. دونك هنايا كناخذ لاباطا كلاصي بيضاء وكندوبها وكندير خطيطات بحال هكا. كناخذ هذوك لي كرانشي ديال الفرومبواز وكندير لو غابيل بان راه فيها لي فرومبواز وهذا هو الشكل النهائي ديالها بحال هكا. كندير خطيطات والشوكولات باقي ما يبش كنحط عليها دوك لي كرانشي ديال لي فرومبواز سيشي كيتباعوا موجودين. شتوني شحال من خطره كنخدم بهم في التمر. دونك هادو سي دي فرومبواز سيشي كيكونوا هكا مقرمشين. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا كتجي حلوه وزوينه وزوينه في المنظر ولا في الشكل حتى في المذاق رائعه. دونك نكمل هاد الكميه اللي عندي ان شاء الله ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال هاد الغريبه هادو. مبروك عيدكم مسبقا بالصحة والسلامة وباش تمنيتو ما تنسونيش من لي لايك والتشجيعات ديالكم باش هكا نحط لكم المزيد ونحط لكم الجديد دائما. البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا اللي درنا باللوز وفيها الفريز من الداخل ولي بيد كورجي. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. نقول لكم الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.